كرواسون وشوكولا ياسر ساهل وخفيف. دونك باش نستحقوا 500 غرام فارينة عليهم 20 غرام خميرة متاع خبز، يعني ما يقارب مغرفة كبيرة ونص خميرة خبز. وديجا خليكم من هنا الليزانغريديون مكتوبين. باش نستحقوا زوز مغارف كبار زبدة تكون ذايبة، إذا كان ما عندكمش زبدة ذايبة تنجمو توسامبلومون تعوضوها بالزيت نباتي. هوني عندي كيس كامل حليب 175 مليلتر، 175 مليلتر ماء دافي، الزوز لازمهم يكونوا دافيين، رشة ملح والسكر حسب الاختيار تحطوا قد ما تحبوا. أنا باش نحط زوز مغارف كبار. وباش نسحقوا الزبدة على درجة حرارة الغرفة 250 غرام، باش نسحقوهم من بعد للتوريق تنوريكم. وبالطبيعة الشوكولا أنا اخترت نوتيلا، لازمو تستعملوا اللي تحبوا عليه. وتوا إجي نوريكم طريقة التحضير. باش نحط الخميرة الكل، نضيف عليها كيس ماء وكيس الحليب، ونضيف السكر مغرفتين كبار. بسم الله، هنا نحط مغرفتين كبار يكفيو دقيقة. دونك هما قد خلطوا بالبي مع بعضهم، نضيف الفرينة بشوية. وتزيدو بشوية. حتى كش بالاخر مش تكون لنا عجينة. توا باش نحط الزبدة ورشة ملح. علاش نحطوا الملح ديما هكايا في الاخر؟ باش ما يبطلش المفعول نتاع الخميره. راهو الكرواسون يحب لها شويه وسع بال، بالحق يلزمها وسع بال وكها، سينو تجي تهب. نعملها هكا، طبعا نورمالمون باش تولي لي عجينه. لموها بيديكم على قد ما تنجموا باش تحصلوا على عجينه كيما هكا. تنحيو هذي وتحاولوا تعجنوها شويه باش تطرق ويدخلوا المكونات الكل مع بعضهم. بعد ما عجنتها بالقدي كيما تشوفوا ولات تريا تبارك الله، تحاولوا تعملوها على شكل مستطيل هكا. تحاولوا معناتها هكايا تحلوها على شكل مستطيل. هوني جبت البلاتو وحطيت فوقه شويه فارينة. هكا تتعرفوا بعد علاش على شكل مستطيل. نغطيها ببابي سيلوفان ونخليها ترتاح مدة 30 دقيقة. لازم تغطيها بالقدي بالقدي. نرجعولها بعد 30 دقيقة، تحت مدة 30 دقيقة البرة كما تشوفوا ديجا طلعت، باش نحطها في الفريجيدير نفس الشيء ترتاح مدة 30 دقيقة. لطوني هي قاعدة ترتاح، نجيب الزبدة تاعي البرقال السكينة والمقص ناخد بابي كويسون هكا نقص هكايا الكل 250 غرام. بسم الله، هنا هكا فوقها بالضبط. هاي نسيخو القلقات ونحاول نهبطها بشوية على شكل مستطيل.
شانتي البلاطه شويه البنات بشويه بشويه. وهذيك علاش قلت لكم لازمها تكون على درجه حراره الغرفه باش تسهل عليكم انكم تحلوها. نحل عليها هكا نستويها ونرجع نحطهم في الوسط. اذا كان الدنيا سخونه ترجعوها تحطوها معناتها في الفريجيدير تيبس تيبس معناتها جست شويه هكا تشد روحها. اذا كان الدنيا بتبعتها باردة دونك سبا يعني طوى لازمكم تتبعوني بالتفصيل بالتفصيل. باهي نحل عليها ديجا كيما كرام ان شاء الله طلعت بالقدايه بالقدايه. باش نحط شويه فرينه هكا اعملوها على شكل مستطيل هكا بالضبط ونحاول نحلوها هكا كالعاده شكل مستطيل. هي راهي سهله على الاخر جست تبعوا التكنيك برك كيفاش تخدم وكها. هذيك علاش قلت لكم من الاول راهي يلزمها وصعبه. باش نجيب الزبده اللي عملتها هكايا باش نحطها هكا بسم الله. وهذيك علاش حطيناها على بابي كيسه باش من بعد يسهل علينا انها تهبط. هذيك علاش قلت لكم اذا كان الدنيا سخونه تحطوها في الفريزير زاده باش ما تشدش. واحده واحده شويه وسع عليك تعملها هكا وهكا هكا وهكا. حط فرينة كالعادة باش ما تلصقش اونكا او ونحل بالطول هكا من بعد نرجع نحلها هكا. توا الطريقة باش نعملها هذي باش نجيبها بخيسك هكا للخ ماهي وهذي الهون هذي طاوية الأولى ومن بعد هك ريتو كلها فوق بعض. دونك الطاوية الأولى تكون على مرتين كالعادة نزيدو نحلوها كلها فرد سمك فرد عرض معناتها. وتوا باش نعملها على طبقة واحدة هكايا واحدة فوق الأخرى هكا وهكا لازم تكون قد قد. تحاولوا هكايا تستويوها وتعملوها على شكل مستطيل هكا هكا بالضبط هكا وهكا. به توا باش نرجع نجيب نفس البلاتو نحط عليه الفرينة خليها هكا على شكل مستطيل ونرجعها للفريجيدير من غير ما نغطيها وترتاح مدة 30 دقيقة. بعد ما ارتاحت العجينة في الفريجيدير مدة 30 دقيقة والزبدة شدت روحها باش هكاكا كي نحلوها ما تبداش سايلة. بسم الله توا باش نحلوها هكايا بالطول نحلوها بشوية بشوية على هوني الشوكولا هذه نواق قال لي راجلي عملنا شوكولا نواق في بلاصة النوتيلا باش نستويها. باش نعمل وحده فوق الاخرى هكا بالضبط نحلو هكا نستويوها بسم الله. توا باش نحاول نقسمهم قد قد هكا ثلاثات قد قد. على فكرة ريتو الطريقة هذه أسهل طريقة تعملوا بها الكرواسون.
فما راهو هي الكرواسون الاصليه راهو يلزمها تقعد 24 اور في الفريجيدير، ما انا جبت لكم اسهل طريقه تعملوا بها الكرواسون. ديما تقسموا هوني هكا في كل واحده لهنا، تقسموا شويه هكا هكا بحذية بلاتو فيه بابي كويسون، وديما بعضهم على بعضهم لماكسيموم. ديما هكا تجبدوها وتدوروا. فوالا فيتو محليهم، تشوفوا ما شاء الله ياسر محليهم. طيب باش نخليهم يرتاحوا على برا مدة ساعتين. والعجينة هذيك اللي فضلت لنا قبيلة كي نحينا الأجناب ما تتلوحش، لأنه حتى شيء لا يتلوح. شوفوا تو الشكل الآخر اللي باش نعمله لكم، بوسك هذيا فيها الزبدة ديجا أمورها واضحة. ترجعوا تعملوا هكا وهكا، المهم تعملوا مستطيل هكايا بالضبط. نملوتها كيف كيف ونحلها، تعملوهم هكا هلا. توا باش نحط الشوكولا نورها هكا بالضبط هكا كيما العادة، خليهم يرتاحوا مع الاخرين مدة ساعتين. توا خديت اصفر عظمة زدت عليها شوية حليب باش نمكسيهم هكا مع بعضهم بالبداية، باش نحطو ملوطة أكاهاو على درجة حرارة 180 درجة. الكرواسون تاعنا حذر ياسر 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 محليهم ومزيان، ما نحكيلكمش على الريحة، نودكم وننشهيكم. وكيما تراو ديجا لايرز معنتها هكايا فوق بعضهم، وهذاك يدل على أنو الكرواسون اما يزيد سيغو ديجا. اذا كنت تحبوا تعرفوا كيفاش تعملوه موجود في الفيديو نتاع نعطيها كي من فوق باش يعطي لمعه ياسر مزيانه. فوالا باش نحطو جوست على هذه هكا زيتاب، ماهمش صعاب راهو جوست هكا شويه توسيع بيت وكها من الداخل بالشوكولا ومن برا بالعسل هكا ياسر يعطي هكا زينه مزيانه. اون بلوس حتى المطعم زاده يبداو ياسر هذوما باش نعملهم من الفوق بسكر محاور هكا جوست شويه للزينه. فوالا فوالا يلا طاو خنحلكم كعبه بسم الله. شوفوا قداش هشوش تري، شوفوا الشوكولا يم يم يم، حاسيلو نودكم نشهيكم. شوفوا من داخل كيفاش البنات ريتو سو يامي. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الغزات نتاع اليوم، ما تنسوش باش تعملوا لايك اذا كان عجبتكم، خليو بو كومونتير وزيد تشجعوني تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش اول ما نهبط فيديو جديده تجيكم نوتيفيكاسيون. وتوا نقولكم